وتم الإعلان عنها قبل البطولة بفترة. المسابقة كنا أعلننا عن جوائز ليها، كانت عبارة عن جائزة عمرة وثلاث جوائز رحلات داخلية لمدينة شرم الشيخ. المسابقة كنا بنظمها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ومشرفنا النهاردة أستاذ هشام سعيد مندوب عن الوزارة لإجراء القرعة على العالمية. أنا بس كنت عايز أديكم بس خلفية بسيطة عن المسابقة. إحنا كنا عندنا خمس أسئلة، أول سؤال منهم كان توقع نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي، ودي اشترك فيها عدد حوالي 1728، عدد اللي جاوبوا صح كانوا 166 واحد. السؤال الثاني كان توقع نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ودي اشترك فيها 2134 واحد، واللي جاوبوا إجابة صحيحة كانوا 570 إجابة صحيحة. السؤال الثالث كان توقع نتيجة مباراة مصر وأوغندا اللي انتهت 2-0 لمصر، عدد اللي اشتركوا في المسابقة ديت أو في السؤال دوت تحديدا كانوا 4502، عدد اللي جاوبوا إجابة صحيحة كانوا 14 فقط. السؤال الرابع كان عبارة عن توقع منتخبات المربع الذهبي. اشترك في السؤال دوت أو في المسابقة ديت 695 واحد، عدد اللي جاوبوا إجابة صحيحة كانوا 293 واحد. السؤال الأخير كان توقع المنتخب الفائز ببطولة أفريقيا 2019، وشارك في السؤال دوت 1515 مشترك، الإجابات الصحيحة كانت 252 إجابة صحيحة. فإحنا دلوقتي المفروض هنسحب سحب على الجائزة الأولى أو الجائزة الكبرى اللي هي جائزة العمرة، وهنعمل صح كده الأول، وبعد كده هنسحب ثلاث جوائز تانيين للجوائز التانية اللي هي الرحلات الترخيص. في روابط أخبار اليوم بنتقدم بالشكر للأستاذ إيهاب عبد العال شركة بلومون الراعي اللي كان مقدم جائزة العمرة، وكذلك الدكتور عاطف عبد اللطيف من شركة من جمعية مسافرون اللي دوره كان مقدم اللي هي الجوائز الرحلات الداخلية بتاعت شرم الشيخ. عشوائية من عدد المتسابقين عندنا حوالي عدد المتسابقين عندنا 1290 متسابق، نختار منهم أربع أرقام عشوائية اللي هي جوائز بالترتيب، أول حاجة رحلة العمرة، بعد كده ثلاث رحلات داخلية. أول رقم معانا يبقى 150، ده الفايز معانا برحلة العمرة، ده اسمه إيه حضرتك؟ صالح محمد علي. تاني واحد فايز معانا اللي هو برحلة داخلية رقم 240، راني ممدوح أرضي. راني ممدوح أرضي. أرضي. ويبدو ان احنا كان في ناس مشتركه من الناس الثانيه. هل الاهداف الاخيره؟ الفائز الثالث 720. رغده شحاته ابراهيم. رغده شحاته ابراهيم. رابع فائز 940. سماح سعيد السيد. سماح سعيد السيد. بنحب نقول تاني اسماء الفائزين. الاسم الفائز برحله العمره صالح محمد علي. الاسم الفائز باول رحله شرم الشيخ داخليه راني ممدوح أرجي. الاسم الثالث رغدة شحاتة إبراهيم، دي فائزة برحلة شرم الشيخ رحلة داخلية. والاسم الأخير سماح سعيد السيد، رحلة شرم الشيخ. الرحلات لشرم الشيخ هي رحلة لفردين،
في احد الفنادق الشرقي. احنا دلوقتي هنعمل حاجه ثانيه، ان احنا هنختار اسماء ثانيه احتياطيه. احنا ممكن حد من دول ما نقدرش نعبر فيه او ما يبقاش موجود او يعتذر عن الجائزه والجوائز، فاحنا هنختار اسماء ثانيه تبقى احتياطي دلوقتي احنا هنختار ثلاث فائزين بدلاء لرحله العمر، بمعنى اول واحد بالترتيب، يعني لو اول واحد اعتذر او اي حاجه او رفض الجائزه او كده فبناخد اول بديل. ثاني الاول بديل ده اعتذر حصل له ظروف او حاجه بناخد ثاني بديل وبالتبعيه. اما بالنسبه للرحلات الداخليه هنختار لكل فائز ست بدلاء، يعني لو صح كده؟ ست بدلاء ولا كلهم سته؟ هنختار سته كله. صح تمام خلاص، هنختار ست بدلاء للثلاثه الفائزين الاساسيين. يعني لو فرضنا ان الثلاثه كلهم اعتذروا فبناخد اول ثلاثه بدلاء، الثلاثه دول اعتذروا بناخد الثلاثه بدلاء. اول واحد في بديل العمره 350. سارة أسامة. مية واتناشر. محمد عبد العظيم أحمد. سبعة وتسعين. أحمد فليكس. دلوقتي الستة اللي هم بتوع الرحلات الداخلية 490. مصطفى محمد. مصطفى عطل. 512. عبد المنعم محمد المنعم. 621. محمود جمال رجب. 760. أحمد ماجد حسين. 170. ملك صالح محمد إبراهيم. 1240. مي عباس أحمد. 3. بكده يبقى احنا سحبنا فايز اساسي لرحله العمر وثلاث فايزين اساسيين للرحلات الداخليه بتاعت شرم الشيخ، وكذلك سحبنا ثلاث فايزين احتياطي لرحله العمر وست فايزين احتياطيين للرحلات الداخليه. نتمنى ان شاء الله تكون المسابقه بكاس افريقيا بدايه، بس بدايه المسابقات اللي بتنظمها بوابه اكبر اليوم. هي ما كانتش بدايه طبعا، هي كان في مسابقه قبليها على طول بتاعت رمضان اللي احنا برضه كنا نجوزها من شويه. نتمنى ان شاء الله تكون حزنا على مقادير المشتركين، ونكون قدمنا المسابقه والجوائز والسحب بشكل في كل الشفافيه برعايه وزاره التضامن، وان شاء الله نلتقي في مسابقات ثانيه اخرى وفي انتظاركم ان شاء الله. شكرا.